انا حسن شحاته مدرس قلب جامعه عين شمس. خلاص، وشرف لي النهارده ان انا ابقى معاكم. هنتكلم عن مواضيع قيمه جدا، تمام؟ دي مواضيع انا بحب اتكلم فيها كل سنه، تمام، علشان اهميتها البالغه. اول حاجه هنتكلم فيها، احنا المحاضره بتاعتنا هتبقى بشكل مختلف النهارده عن جميع المحاضرات. المحاضره بتاعتنا هتبقى عباره عن ان احنا هنعمل برين ستورمنج. هنبتدي المحاضره، تمام، بحاله واقعيه جات لنا فعلا بكل الهيستوري بتاعها، تمام، وكل التفاصيل بتاعتها والفحوصات، ومن خلالها هنوصل للتشخيص مع بعض ان شاء الله باذن الله، وبعد كده نتكلم عن القصه بالتفصيل. اول حاله هي في ميل بيشنت 28 سنه، خلاص، مارد بقالها سنتين، هاوس وايف. ما عندهاش اي هابت اوف ميديكال امبورتس. ماشي ماشي. ايه الهيستوري بريزنت ايلنس بتاعها؟ بتشتكي من اكزيرشنال ديسنيا نيها كلاس 2 تو 3 2 ييرز اجو وذ نو اورسوبنيا اور باروكسيزمال نوكتورنال ديسنيا. الاونست اوف ديسنيا ده كان جرادوال وكان بروجريسيف كورس من سنه. احنا قلنا الديسنيا بدات من سنتين وعماله تزيد. جالها تروسينكو وجات للاي ار وعملنا لها اي سي جي. نيجي هنا ونقف. ايه الحاجات المهمه اللي احنا خدناها من هنا؟ يعني لو احنا بنتكلم كده مع بعض، خلينا نتكلم بره الصندوق وبره الاطار العملي للمحاضرات ونتكلم مع بعض. في ميل بيشن 28 سنه جايه بتشتكي من ديسنيا، والديسنيا دي جامده من 2 ل 3 وعماله تزيد وجالها سينكوب. ايه الديفرنشال دايجنوز اللي احنا ممكن نحطه في دماغنا وبعد كده نبدا نبني عليه الاحداث؟ اتفضل يا دكتور عبد الله، قول لي رايك ايه. تسألني انا قلت لك اللي عندي انت تجاوب. اريزمي. طب هي الاريزمي هتعمل لها ديسني؟ تعمل ديسني وتبقى سلولي بروجريسيف كورس. امتى الاريزمي تعمل ديسني وسلولي بروجريسيف كورس؟ احنا بنتكلم مع بعض بعيدا عن اي حاجه. خدوا بالكم، يعني انا اول مره اشوف كده. مثلا بيتا ماشي. هو بري بارتم كارديون عيلة اسمها نو اوفيس برين، ما ولدتش، جالها بري بارتم كارديون من غير ما تقول ونعمة التركيز. مش مشكلة، ما عندهاش اوفيس برين. مات خلاص، ماشي. ممكن برضه يبقى فيها حاجة مثلا. أنا نفسي أفهم سؤال، هو احنا ليه بنبعد؟ احنا بعدنا قوي على طول، احنا بعدنا بجد. دلوقتي واحده تقطن في مصر عندها 28 سنه، ايه اللي مش كومن حاجه اللي تعملها ديسنيا وتكون بروجريسيف؟ الله ينور عليك. روماتيك هارت دي ماتر غالب دي عبد الله، انا سالتك وانت ما قلتش. بس انا موجع لا انا هعدي بيها. عايزين نتفق على حاجة، اللي بيميز حد عن حد في الامتحان هو الترتيب والتعقيد. يعني ايه يا عبد الله؟ يعني انت لو دخلت لي بمتحنك وانا سالتك وانت عارف هتقول ان هو روماتيك وما يخلصش منه، لو قلتها اول حاجه تمام هدخل معاك في القصه دي ومش هدخل في الحاجات الصعبه اللي انت قلتها لي. فاهم قصدي؟ ده واحد. ثاني حاجه، فعلا لو جالك عيان في العياده مش اول حاجه هتفكر فيها ان دي كانت عمليه ديسي. ماشي؟ طيب ايه اللي يربط روماتيك هارد ديزيز اللي بيعمل ديسنيا بسينكوب؟ الله ينور عليك. ايه الموست كومن ضرب هارد ديزيز اللي يعمل ديسنيا وبعد كده سينكوب مع بعض؟ الله ينور عليك. اورتك ايه؟ سينكوب. طب المايتر فالف ديزيز يعمل سينكوب؟ واحد، لو سيفير مايتر ستينوزس
لو سيفير مايكل ستينوزس وجاله اي اف تمام، عشان احنا خدنا بالنا ان هي جالها ايه سينكو، يبقى دي اول نقطه. طيب ادي اول ديفرنشال دايجنوز. طب ثاني ديفرنشال دايجنوز اللي نخش عليه على طول ليه برمونا هي ديفرنشال؟ مش عارف دي فين ايه؟ الهوكم يعني في 100 حاجه تعمل، في 100 حاجه تعمل القصه دي، بس تندرج تحت اسم ايه؟ نعم ليفت فينتريكولر، مش اوبستراكشن، ليفت فينتريكولر ديسفانكشن. ليفت فينتريكولر ديسفانكشن يعني عيان بقى مايوباسيك لاي سبب، فيري بارتم زي ما انت قلتي، دايليتد نتيجه فاير، نتيجه مايكارديتس، نتيجه اي حاجه. حلو. وبعد كده دي بدات تعمل لها ديسمي، وبعد كده تقلب من ديسمي يجي عليها سينكوب و لو كارديك اوتبوت مانيفستيشن. بس دي كانت هتتقال في صوره ايه؟ خدي بالك من الكلام، دي كانت هتتقال في صوره ان العيانه بتشتكي من ديزنس وبيزيد، وبعد كده حصل لها مره سينكوب، انما دي جت لها مره واحده في سينكوب اريزميا يعني. يبقى العيان عنده ليفت فينتريكولار ديسفانكشن يجي له اريزميا يدخل في ايه؟ في سينكوب. ماشي؟ يبقى انت كده حصرت دماغك من سلايد واحد، عرفت يا العيانه دي فالفر هارت ديزيز وجال عليها اريزميا ودخلت في سينكوب، او اورتيك ستينوزس ومن شدته سينكوب تمام، او ان العيانه دي ليفت فينتريكولار ديسفانكشن يبقى لها اريزميا حصل لها سينكوب، او العيانه دي تمام بتشتكي من ديسني نتيجه انيميا او حاجه زي كده مستمره، والسينكوب دي حاجه مفاجاه تمام حصلت لها بازل بريسر كارديو انهبيتوري اي حاجه زي اللي احنا قلناه في المحاضره اللي ايه اللي كانت قبل. ماشي؟ طيب مبسوطين من طريقه الشرح دي ولا ندخل نتكلم بعمق يعني نقول الكلام كله ورا بعضه مره واحده؟ طيب دي صوره رسم القلب اللي كانت جايه بيه الاستقبال. الصوره اللي قدامنا دي عباره عن صوره مكبره لليد واحد واثنين وثلاثه تمام؟ مش باينه عندكم؟ هي بس باهته شويه تمام؟ ده رسم القلب بتاعها اثناء دخولها الطوارئ. احنا دي صوره مكبره لليد واحد واثنين وثلاثه. السؤال الاولاني للدكتوره سماح، ايه اللي باين في رسم القلب على قد اللي انت شايفاه ده؟ وايد كومبلكس تاكي كارديو. حلو الكلام. منتظمه يعني ايه؟ يعني غالبا هي فيتاك حتى الان. ايه تاني تعرفي تستخلصيه من هذا الليد الصوره دي؟ ايوه بس انا هي بوست في ليد ايوه نيجاتيف في 2 نعم نيجاتيف وبوست في 3 يبقى ده ايه؟ لا نيجاتيف 3 يعني بوست في 1 نيجاتيف 2 و3 يبقى ده ايه؟ يبقى ده ليفت اكسس. ممتاز. دي مين؟ دي صوره اي في ار واي في ال واي في اف، وزي ما احنا شايفين اي في اف ايه؟ نيجاتيف، وليد واحد كان بوست يبقى ده ايه؟ ليفت اكسس. ماشي. دولت مين؟ شيست ليد في واحد وفي اتنين وفي تلاته. في واحد وفي اتنين وفي تلاته شكلهم ايه؟ ليفت باندل مورفولوجي. ليفت باندل مورفولوجي. ماشي. خلاص؟ يعني هي واخده شكل الليفت باندل في مين؟ في ليد واحد وليد اي في ال وليد في واحد. طيب يبقى معنى انها ليفت باندل مورفولوجي انها طالعه منين؟ من الرايت. من الرايت فينتر. يبقى دي تاكي كارديا طالعه من الرايت فينتريكل وليها سوبيرور اكسس يعني طالعه لفوق، يعني كانها طالعه منين؟ من ار في ايه؟ ابس. واضح؟ كهرباء الفوكس طالعه من الرايت فينتريكل مش من الليفت فينتريكل، طالعه من الايبكس مش طالعه من البيس. طيب دي تعمل لها ايه لو جات لك في الاستقبال بسينكوب بالوضع ده؟ دي سي طب. اهو دي سي طب. بس دي بقى هيبارين؟ يعني ليه هيبارين؟ ها؟ فيتاك سينكوب دي سي. ده رسم القلب بعد الايه؟ الدي سي. ايه اللي واضح في رسم القلب ده؟ ساينس ريزم نارو كومبلكس
الاكسس عندها ليفت اكسس مظبوط يا عبد الله؟ في واحد في اتنين في تلاتة فيهم اي حاجة؟ بروجادة. انا ما اعرفش ايه البروجادة دي، انا بقول لك انت شايف ايه في رسم القلب، وصف لي رسم القلب. حد قال رايت باندل، عشان اقول في باندل لازم تبقى ايه؟ وايد كومبلكس، دي نارو كومبلكس. طيب نمشي على رسم القلب واحدة واحدة. هل في مشكلة في البي ويف؟ الطبيعي انها تبقى بايفيزيك في الايد في واحد وما فيهاش حته واسعه ولا حته ضيقه، فما فيش حاجه تقول ان في انلارجمنت جامده، بس تحسي ان الانيشال بارت بتاع البي ويفز طويل شويه، وده بيقول ان في رايت اتريال ايه انلارجمنت. ولو بصينا في الايد 2 و3 هنا هتلاقي البي ويف كده كانها تنتت شويه كده، بيسموها بيبل مونال بتاعه رايت اتريال ايه انلارجمنت. ولو بصينا هنا هنمشي واحده واحده، البي ار انترفال اخباره ايه؟ نورمال. كيو ار اس وايد ولا نارو؟ نارو. الكيو ار اس ده يمثل الريبورايزيشن، مظبوط؟ مظبوط. ولكن هل الطبيعي ان شكل كيو ار اس يبقى في 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 واحد وفي اثنين وفي ثلاثه بهذه الصوره؟ لا. مور اويد بروبشن. الله ينور عليك، ايه ده؟ ممتاز يا عبد الله والله. الطبيعي بقى تمام بتاع في واحد وفي اثنين وفي ثلاثه ان هو ما يبقاش بالشكل ده. هنا بقى حضرتك شايف ايه؟ شايفين في مشكله في الديبولاريزيشن في في واحد، ايه هي؟ ان بعد ما هو عمل سنه ار صغيره خالص وعمل اس رجع تاني فوق وعمل ويف تانيه شكل بتاعه الرايت باند اللي لما شفناها اتخدعنا فيها، بس دي مش رايت باند، دي حاجه كده بيسموها ابسلون ويف، بيسموها ابسلون ويف. ويف بتحصل في الديبولاريزيشن وتبقى باينه قوي في واحد وفي اتنين وممكن في ايه؟ ثلاثه. بعد كده التي ويف اخبارها ايه؟ انفرتد. انفرتد في في واحد وفي اتنين وفي ثلاثه، يبقى معنى كده ان في مشكله كمان في مين؟ في الريبولاريزيشن. يبقى في ديبولاريزيشن ابنورماليتي وفي ريبولاريزيشن ابنورماليتي في الاي سي جي ده. وممتده الابنورماليتي لحد فين؟ لحد في 6. طيب عملنا جنرال اكزامينشن للعيانه دي بعد ما رجعت كده، لقينا ان مفيش اي حاجه ذات اهميه في الجنرال اكزامينشن ولا في في بقيه الجنرال اكزامينشن، غير ان في مايلد بالور وفي كونجستد بالسيتنج نيك فين. ساعات يحصل كده تمام. في الاكزامينشن بتاعها لقينا ان الايبكس بتاعتها ديفيوز ونزل لحد السيفنس انتركوستال سبيس، ماشي؟ ورأينا ان في بلسيشن في الابيجاثريم بتاعت الار في اي بلسيشن، وبالسمع سمعنا ان في ميرمر اوف تريكاسبت ريجرجيتيشن، ماشي؟ ماشي. دي تشيست اكس راي بتاعتي، ايه اللي باين فيها؟ كارديوميجر، ماشي؟ رايت اتريم دايليتد شويه والليفت فينتريكل والرايت فينتريكل دايليتد هما الاثنين، يعني العينه دي عندها باي فينتريكل انلارجمنت ورايت اتريال انلارجمنت. طيب من هنا نقدر نوصل لحاجه في التشخيص حتى الان. احنا عشان نجمع، دي واحده بتشتكي من ديسني، ماشي؟ وبعد كده جالها سينكوب ولقيناها فيتاك، والفيتاك اللي جات لها طالعه منين؟ من رايت سايد اوف ظهار، يبقى دي عندها مشكله تمام غالبا في الرايت سايد اوف ظهار وممكن في الليفت سايد عشان عندها ديسنيا برضه، ماشي؟ ماشي ماشي. رقم اثنين الاي سي جي بتاعها لقينا فيه بعد ما رجعت حاجه غريبه، ابسلون ويف وانفيرتد تي ويف. ابسلون ويف وانفيرتد تي ويف، يبقى دي عندها اريزموجينيك رايزنج فيتر ديسبليس، دي حاجه مخصيه ليها. وبالتالي لما عملنا للبنت دي ايكو وام ار اي، الام ار اي قالت لك ايه؟ قالت لك ان الليفت فينتريكل هنتكلم عليه الاول طلع دايليتد الليفت فينتريكل تمام، والفانكشن بتاعته من 25 ل 30، يبقى العينه دي مايوباثيك اصلا في الناحيه اليمين. طب الناحيه الشمال لقينا فيها حاجتين مهمين جدا او ثلاث حاجات، واحد الايجكشن فراكشن بتاع الناحيه اليمين 20% ماشي، وفي ترايكاسبت ريجريت ودايليتد رايت اتريا، وفي هايبوكاينيزيا واكاينيزيا وديسكاينيزيا في بقيه الرايت فينتريكل. خلاص؟ ايه ده؟
يبقى معنى كده ان البنت دي عندها اريزموجينيك رايت فينتريكولار بليزيا وجالها فيتاك عمل لها سينكوب وكان التريتمنت بتاعها ان احنا ركبنا لها ايه اي سي دي. ماشي ماشي نعم. لا نارو كومبلكس شويه كومبلكس لو كانت وايد كومبلكس. طيب وبالتالي يبقى انا هكلمك دلوقتي عن مين؟ احنا كده المحاضره بتاعتنا هنتكلم دلوقتي عن الاريزموجينيك رايت فينتريكولار بليزيا. هو ايه بقى؟ ده عباره عن مرض المصل بتاعت الرايت فينتريكل بتروح ويحل محله فات وفايبرس تيشو ما عادتش مصل. فلما ما عادتش مصل الرايت فينتريكل هيحصل له ايه؟ هيبقى دايليتد ويبدا يكونتراكت وحش. ولما يكونتراكت وحش يبقى العيان ده مش عارف يستقبل الدم ممكن يجيله مانيفستيشن فايبرس فيلير زائد ان العيان دوت بقى عرضه ان يجيله ايه؟ اريزميا فيتاك من الرايت سايد بتعمل له ايه؟ اب تو سادن كاردياك ديس وارست. سببه ايه المرض ده؟ مش معروف. نسبه حدوثه 1 لكل 5000 عيان تلاقيه وهو ممكن ما يبقوش فيهم فاميلي هيستوري ولكن 50% نعم. لا ما تعملش حاجه زي كده. نسبه 50% من العيان بيبقى وراثيا تمام و80% من العيانين عندهم اريزموجينيك رايت فينتريكولار بيجوا بايه؟ بصدن كاردياك ديس او فيتاك او سينكو. ده رسم القلب المعتاد بتاع مين؟ رسم القلب ده يا دكتور عبد الله يا دكتوره امل دكتوره غاده بيقول ايه؟ الله عليك. واحد ده الاول تاكي ولا برادي؟ وايد ولا نارو؟ نارو. حسبي الله ونعم. تحس اه كم تعال نتكلم مع بعض كم مربع؟ بص يا عبد الله بص يا عبد الله بيه يعني اوله اهو واخره واخد له حوالي 3 مربعات او اكثر شويه. ماشي يبقى دي وايد كومبلكس تاك اكتر يبقى دي غالبا في تاك انتل بروف ايه؟ حلو الكلام. الاكسس اخباره ايه؟ رايت اكسس. ماشي يعني غالبا دي جايه من الايبس ولا جايه من البيز؟ لا اللي فاتت كانت ليفت اكسس دي رايت اكسس يبقى دي من البيز. يعني جايه من الشمال يعني ما جبتش شمال ويمين دي جايه من فوق ولا جايه من تحت؟ الاكسس طالع عامل كده لفوق ولا عامل كده لتحت؟ يمين ولا شمال؟ الاكسس يمين. ماشي اليمين ده بيسموه انفيرو اليمين بيسموه ايه؟ انفيرو يبقى الكهرباء جايه من فوق. ماشي دي ليفت باندل ولا رايت باندل؟ ليفت باندل يبقى طالعه من رايت فينتريكل ولا ليفت فينتريكل؟ يبقى التاكي كارديا بتاعت الاريزموجينيك رايت فينتريكولار ديسبليزيا بتبقى تاكي كارديا ليفت باندل مورفولوجي اكسس انفيرور اكسس او سوبيرور اكسس زي اللي احنا كنا شايفينه من شويه تمام ممكن تحصل من هنا او من هنا. طيب اقول عليه ار في او تي ايبكس يعني رايت فينتريكولار اوت فلو تراك مش معترض. ما هو المرض اللي بيضرب الرايت فينتريكل بيضرب البيز يضرب الايبكس يضرب الاوت فلو تراك يضرب اي حته. فدي الرساله اللي انا وصلتها لك برسم القلب اللي انا وريته لك انها ممكن تبقى كده او كده. طيب علشان الكلام يبقى دقيق وبقواعد يا دكتور عبد الله لازم يبقى في دايجنوستيك كرايتيريا احنا حاطينها لمين؟ بناء عليها لو لقيتها يبقى ده ايه؟ ارض. عندنا 6 نقط. ال6 نقط دولت تمام؟ كل واحده فيهم ممكن تبقى ميجر وممكن تبقى مايل. ايه ال6 نقط؟ اول حاجه الايكو او الام ار اي قايل لي ايه على الرايت فينتريكل. ماشي؟ تاني نقطة الاي سي جي نفسه الديبولاريزيشن اللي احنا اتكلمنا عليه ابنورماليتي قايل ايه والريبولاريزيشن قال ايه. رابع نقطة تيشو كاركترايزيشن يعني ايه؟ يعني لو خدت بايوبسي او بصيت على التيشو هتلاقي ايه؟ خامس نقطة الاريزميا اللي بتيجي للعيان ده. خلاص؟ سادس نقطة الفاميلي واحدة واحدة. علشان تشخص ان ده ارضي تمام عندنا نقول ان ده اكيد لو عندك 2 ميجور او 1 ميجور و2 ماينور او 4 ماينور. ماشي؟ طيب عشان تقول ده احتمال كبير بوردر لاين يبقى 1 ميجور و1 ماينور
او 3 مرات عشان تقول ده بوسبل يعني احتمال ها يبقى واحده ميجر او 2 مرات. يعني لو بتبص على العينه اللي فاتت دي وجمعنا فيها 2 ميجر دي خلاص بقت ايه 4. طب جمعت فيها واحده ميجر يبقى دي احتمال تبقى 4 وانا مش ايه متاكد قوي. خلاص طب نتكلم بقى على واحده واحده. ايه الايكو اللي تشوفه وتقول ان ده ميجر؟ ماشي ده الايكو. حلو الكلام. الفوق ثلاث فيوهات ايه ده بارا سترنال لونج اكسس فيو كله بيشتغل ايكو. طيب بيبين ايه البارا سترنال لونج اكسس فيو ده؟ بيبين في اعلى الشاشه الرايت فينتريكل اوت فلو تراك. ماشي لو احنا قسنا فيرتيكال اكسس كده المفروض الطبيعي ان ده لا يتجاوز كام؟ 30 او 27. لا يتجاوز 29 الطبيعي بتاع اي بنات. لو بقى من 29 ل 32 بقى دايليت بس ماي فهحطها في الماي. لو بقى اعلى من 33 يبقى ده ايه؟ ميجر. لو انا جيت على الصوره اللي بعدها هلاقي ده شورت اكسس مبين الرايت فينتريكل اوت فلو تراك. معايا يا امل؟ طيب الصوره اللي هي رقم 2 دي ده شورت اكسس بيبان فيه الاورطه والليفت اتريوم والرايت اتريوم تراكاسبت فالف رايت فينتريكل اوت فلو تراك بالمونري فالف. لو دوت دايليتد يعني ايه دايليتد؟ المفروض ان هو لا يتجاوز ايه؟ 33. لو لقيته اعلى من كده لحد 36 يبقى دي ماينور. فوق ال 36 بقى ايه؟ بقى ميجر. الصوره الثالثه دي ده اسمه ايه؟ ايبيكال فورس شامبر فيو. انا جايبها لك عشان افرجك فيها ايه؟ افرجك فيها ان شكل الرايت فينتري عند الايبكس بتاعه مش طبيعي كان في انيوريزم في اكسسيف ترابيكوليشن. تمام؟ ده انيوريزم. هنا في اكسسيف ترابيكوليشن. تمام؟ هنا في بتاعه كده بتلمع اسمها المودريتور باند شكلها مش طبيعي ما بتبقاش بتلمع قوي كده. يبقى حضرتك الميجر كرايتيريا ان الباراسترنال يبقى اكتر من 32 والشورت اكسس يبقى 36 والايجكشن او الفراكشنال اريا تشينج يعني الفرق بين السيستول والديستول ده زي الايجكشن فراكشن بتاع الرايت لا لا بيبان في الايبيكال فور شامبر فيو بتقيسه في الديستول بتقيسه في الديستول والسيستول بسيمسون فوليوم وتشوف الاريا بتاعته الطبيعي ان هو يبقى فوق ال 40 يبقى فوق الايه؟ ال 40. لو لقيته اقل من 33 يبقى ده ماشي بيتقاس زي السيمسون كده بس. تمام؟ لو من 33 بس اقل من 40 دي في الماينر خلاص؟ يبقى دي اول حاجه الميجر والايه؟ والماينر بتوع مين؟ الايكو. طب الام ار اي؟ الام ار اي بيقيس الفانكشن تمام؟ وبيقيس حاجه اسمها الاند دايستوليك فوليوم خلاص وينسبه للبادي سيرفيس اريا. لو لقيناه اكتر من 110 في الميل او اكتر من 100 في الفيميل ده يبقى ايه؟ كبير ويدخل تحت الميجر. والار في ايجكشن فراكشن لو اقل من 40 يبقى ده ميجر. لو من 100 ل 110 او من 90 ل 100 ده ماينور. ماشي خلاص. طيب يبقى انت تطلع من دي ان الايكو والام ار اي بيتكلموا على ثلاث حاجات. بيتكلم على الاريا الدايمتر بتاعه. لو الدايمتر بتاعه فوق ارقام معينه يبقى ميجر. اقل منها شويه يبقى ماينور. اقل منها يبقى طبيعي. والفانكشن بتاعه ماشي. ونفس الكلام بالنسبه لمين؟ للام ار اي. بالنسبه للتيشو كاركترايزيشن لو بصيت قال لك لو اكتر من 60% خدت الاستاد كده وبصيت فيها خدت سم وبصيت فيه ولقيت ان اكتر من 60% من المايوسايت. انت لما تبص في المايوكارديوم تلاقي فيه مايوسايت وفايبرس تيشو. لو لقيت ان 60% راحوا بقى محلهم فايبرس وفات يبقى ده ميجر. اقل من الرقم دوت يبقى ايه؟ ماينر. ماشي؟ ماشي. نبص على الاي سي جي. الاي سي جي فيه نقطتين. لو بتبص على الاي سي جي ولقيت التي ويف انفرتد في في 1 وفي 2 وفي 3 في عيان اكتر من 14 سنه. ليه اكتر من 14 سنه؟ لان الطبيعي في العيان اللي لحد 14 سنه ان انت تلاقي انفرتد تي ويف ممكن تمتد لبي 3. لو لقيت النقطه دي ومفيش رايت بانك
مفيش ايه رايت باندل حطهم تحت الميجر. ماشي. لو لقيت الكلام ده في واحد وفي اتنين بس تمام حطها تحت مين؟ المالمو. تمام. بالنسبه للديبولاريزيشن لو لقيت ايبسلون ويف موجوده وباينه دي ميجر، لو ما لقيتهاش موجوده في حاجه بتتعمل حاجه كده اسمها سيجنال افريج اي سي جي. ده عباره عن جهاز معين كده او طريقه معينه بتعمل بيها رسم القلب، بيشيل كل الارتفاكت خالص ويوريك رسم القلب واضح وجميل تمام وباين بصوره معينه خلاص. فتلاقي لو لقيت وانت بتبص على البتاع ده ان الديوريشن اكثر من 114 ملي ثانيه تمام، طبيعي يبقى كام؟ لا يتجاوز ال 100. لو لقيته 114 ملي ثانيه واخر حته في الكيو ار اس تمام الفولتج الديوريشن بتاعها اقل من 40 تمام وال سوري اكتر من 38 ملي سكند، دي حاجات بس رخمه شويه تمام، حطها تحت مين؟ الماي. ماشي. ما بصراحه ما فهمتش عامل كتير تمام. ده شكل مين الديبولاريزيشن والريبولاريزيشن ابنورماليتي اللي موجوده في عيان عنده ايه تمام كده. هتلاقي الابسلون ويف واضحه والعيان مش محقق قوي موضوع الرايت باندل تمام، وفي الريبولاريزيشن ابنورمالتي ايه موجود. الاريزمي نون سستيند او سستيند في تاك شكلها ليفت باندل وذ ليفت سوبيريور اكسس زي اللي احنا شفناها، يبقى دي ايه ميجو. طب لو الاكسس انفيرور يبقى ماين. ماشي. ليه؟ عشان تتشابه مع مين؟ مع الاوت فلو تراك، او ان العيان بيجي له اكثر من 500 بي في سيز في الهولد تحط في الميه. تحط في الميه. ماشي. ده شكل الايه الفيتال ليفت ايه اكس. كلام جميل. اخر حاجه في الفاميلي هيستوري، يعني لو واحد عنده واحد قريبه فيرست ديجري ريلاتيف وعنده ارفد ياخد ايه ميجر تمام. لو واحد عنده واحد قريبه ارض بس سكند ديجري ياخد ايه ماينور خلاص، او العيان في هيستوري اوف ريماتيور سودال كارديك ديس حد من العيال ياخد ماينور. لو جوع لو جمعنا بقى الحاجات مع بعضها والعيان حقق كريتيريا شخص لك ان ده ايه خلاص ارض وشخصته، يبقى نتكلم في ركنه مين؟ العلاج. العلاج مش كلمه اي سي دي بس، العلاج يشمل ثلاث نقط. اول حاجه العيان ده يا ترى محتاج حاجه جامده ولا حاجه بسيطه؟ واحد، انت لازم تبقى عارف ده ريسك لسابن كاردياك ديس ولا لا. ماشي. ده بيتعمل عن طريق ازاي؟ عن طريق الاي دي، تدخل وتشوف هيحصل له اندكشن في تاك ولا لا. ما حصلوش اندكشن يبقى ده مش ايه مش هاي ريسك، حصل له اندكشن يبقى ده له ريسك. تاني حاجه ما تخلوش يعمل رياضات عنيفه علشان ما يدخلش في تاك. ولو العيان سيمتوماتيك بالنسبه للبي في سيز او النون سستيند في تي بيجيله على الخفيف كده، ده ياخد بيتا بلوكر او ايه اميوتارو. طب الانترفنشن ممكن يتعمل له ابليشن في نقطتين، لو العيان بيحصل له ريكرنت في تي عمال يجيله في تي على الرغم ان هو مركب ايه اي سي دي، او العيان عنده بي في سيز ومش مرتاح مع الميديكال تليفون. ماشي. طيب يبقى لو عيان انت شخصته يا دكتور عبد الله ان هو ارض، شخصته بيجيله فيتاك ولا ما بيجيلوش فيتاك؟ بيجيله فيتاك وسستيند وبتموته وبتهبده، ده هيركب ايه؟ اي سي دي ما فيهاش كلام. بيجيله فيتاك وسستيند حتى لو ستيبل ممكن تركبه ايه؟ اي سي دي. ماشي. يبقى مين العيان اللي قرب اللي هتركب له اي سي دي؟ لو عيان بتجيله في تاك ان ستيبل او في اف طبعا خلاص، او عيان جاله صدم كاردياك ايه؟ الريسك الريسك. وبعد ما رجع زي البنت اللي فاتت دي اكتشفت ان هو ايه؟ ارب، او عيان ارب وبيجيله ايه؟ في تاك. حلو الكلام؟ ما ينفعش مع السيرتين دي؟ ما ينفعش معاها؟ لا، ما هو اي سي دي ده كلمه، ممكن تبقى اي سي دي لوحدها، ممكن تبقى راكبه على مين؟ على سي ار تي. لو العيان منبسط ولف برضه تمام. ماشي. طيب افرض عيان لا ده لف برضه، لف كارديو
سايبر. طب افرض عيانك جبت له اي سي دي وبرضه عمال يجي له بي، تعمل له ايه؟ تعمل له ابريشن بالاضافه ان انت ماشي على ايه؟ على ميديكال. احنا كده خلصنا ايه؟ اول جزء. عايزين اي حاجه ثانيه؟ كارتو بقى ليش انا كارتو بتدور على الاسكار والبيئه اللي بيحصل حوالين الاسكار وتكوي بتاعه. طبعا موضوع ما بيبقاش سهل.